وموت لماذا الحبيب المصطفى صلوا عليه وسلموا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أفضل المعلمين وإمام المرشدين وسيد الهداة المهتدين. من معاملاته اللطيفة الشريفة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والرحمة الواسعة التي لا ينتهي إليها أحد من الخلق، تأتي قصة من القصص التي فيها طرفة ولطائف، وهي قصة الصحابي خوات رحمه الله ورضي الله عنه. يحكي لنا خوات أنه كان بعد أن أسلم وكان شابا وسيما قسيما، يقول: فكنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا في سفر، فلما عرسوا بمكان وجد نساء مجتمعات، فكان له هو قبل الإسلام ميل لمجالسة النساء كما نسميه نحن اليوم بلغتنا المعاصرة المعاكسة والمغازلة وشيء مما يفعله بعض الشباب. قال: فذهبت فارتديت حلة جميلة فجئت فجلست مع النساء، ثم انصرفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في طريقه، فقال: أبا عبد الله، من أين؟ يقول: فأخذتني هيبة من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما أقول له، فقلت: يا رسول الله، إنه كان لي بعير شرد وأنا أبحث عنه أريد أن أعقله. فتبسم صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: فانصرف وتركني. يقول: فلما كنا في الطريق ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليتوضأ، قال: فأعطاني رداءه، يعني أنه ناوله رداءه هدية له. ثم يقول: ذهب فتوضأ وخرج من وضوئه وهو يقطر ماء، ثم قال: يا أبا عبد الله، ما فعل شراد بعيرك؟ قلت: يا رسول الله، لم أجده بعد. يقول: فذهبنا، فصار في الطريق لا أصادفه على دابتي إلا ويبتسم ويقول: يا أبا عبد الله، ما فعل شراد بعيدك؟ قال: حتى شردت فصرت أمشي في آخر القوم. يقول: فلما وصلنا إلى المدينة ابتعدت أن آتي قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت المسجد في ليلة خالي فدخلت أصلي. يقول: فلما دخلت أصلي إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من ورائي. يقول: فأحرمت بالصلاة في آخر المسجد حتى ما استمر يمشي. يقول: الآن سيسألني عن البعير. يقول: فصليت فوقف فأطلت في الركعة. يقول: فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أبا عبد الله، صلي ما شئت، طول ما شئت، أنا واقف بجنبك، يعني واقف لك. يقول: فخففت الصلاة وانصرفت من الصلاة، فسلم عليه، قال: السلام عليك يا أبا عبد الله، ما فعل شراد بعيرك؟ يقول: فقلت: والله استحيت من النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، والله ما كان لي بعير ولا شرد علي بعير ولا شيء، ولكن الأمر كذا. يقول: فما زاد أن تبسم صلى الله عليه وسلم، في رواية: وضع يده على صدري وتركني، لا نهره ولا زاداه ولا سبه ولا شتمه ولا وعظه، ولا قال: يا حرام عليك، والنظر حرام، وما وعظه ولا شيء، إنما استخرج الحنانة التي في قلبه والمحبة التي في قلبه، فزال. يقول: فزال عن قلبي ما كنت أجده من حب مجالسة النساء، كان حب يجالس النساء وما نسمينه حب ما يقول الشباب يعملوا من المغازلة، فترك ذلك بعلاج دواء الحب. الحب دواء، العطف شفاء، الوداد يصفي القلوب أكثر من أي موعظة، أكثر من أي كلمة، أكثر من أي حجة. فما أحوجنا وأحوج الناس اليوم إلى العود إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان تغلب عليه نفسه، الإنسان تأتيه نزعة، الشاب خصوصا ربما يحصل منه الخطأ، ربما يحصل منه التصرف السيء، إذا قوبل بالشدة سينفره،
لكن إذا قوبل بالمودة فإن المودة ستستجلبه وتستقطبه وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى في علاه. فصلى الله على سيد المؤدبين والمربين ورحمة الله للعالمين وإمام الأولين والآخرين. صدق ذلك الصحابي لما قال: بأبي وأمي رسول الله ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعلى خطاك يا نبينا نسير قصص بها سير الحبيب، بذكرها القلب ومنقذا ومعلما هذا الحبيب.